زالوا ديما وريما تعيشان صدمة استشهاد 6 من أفراد عائلتهما. صاروخ إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لم تنجو منه الشقيقتان إذ أصيبتا بحروق وجروح وكسور شديدة، وتتلقيان العلاج في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كنا بنصلي بصلاة العشاء، كنا ساجدين، إلا هو لون أحمر وأسود، بعدها ما شفتش ولا إشي. بديت أستوعب إنه يعني إنه إحنا قصفنا وهيك. حروق بالغة من الدرجة الثالثة، وبسبب عدم وجود العلاج المناسب فقدت العائلة أفرادها تدريجيا، بينما تكافح الشقيقتان البقاء على قيد الحياة. تعيش الطفلتان ظروفا صعبة وتتمنيان السفر لتلقي العلاج، لكن إغلاق إسرائيل لمعبر رفح منذ مايو الماضي يحول دون تحقيق ذلك. أنا بطالب وبحلم أن أطلع أتعالج برا، زي حقي هذا أن أتعالج، حقي أن أقف على رجلي كم مرة، حقي أن أمشي، حقي أن أروح الحمام، حق أن أكل أكل طبيعي، أشرب مي طبيعية. في المستشفى ذاته الطفلة سيلة أصيبت بجروح خطرة في قصف إسرائيلي على مدرسة خديجة في دير البلح، ما أدى أيضا إلى كسور في جمجمتها وأضرار في عينها. حالتها تسوء بسبب عدم وجود خدمات مناسبة بعد تدمير المرافق الطبية، فضلا عن الحصار الإسرائيلي المستمر الذي يفرض قيودا على الإمدادات الصحية. حسيت إنه في وجع من عند راسي ومن هنا، وحسيت قلبي انقطع. مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية تحدث بوتيرة متزايدة، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة يطالب بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات والسماح بنقل المرضى للعلاج في الخارج. من سافر عدد محدود جدا، بينما جرحى ومرضى يموتون يوميا في غزة.